سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، عواشركم مبروكه. اليوم نقدم لكم سيمنات صغار على شكل بسطيلات. دابا غادي ندوزو للمقادير اللي غنحتاجو في الحشوه. غنحتاجو صدر ديال الدجاج مقطع رقيق، والقرعه محكوكه، خيزو محكوك، البصله مشلضه، فلفله مقطعه خضراء وحمراء، زيتون كحل، زيتون خضر مقطع، فرماج للتزيين. غنحتاجو الفيرميسيل وليقامة باش غنسوطيو الدجاج. كنديرو جوج معلقات ديال الزيت ونشحرو فيهم البصلة. من بعد ما تشحرت البصلة كنزيدو عليها الصدر ديال الدجاج. كنزيدو ضامة البنة، كنديرو العطرية ومعلقة الهريسة، وكنشحرو في ديك الإقامة حتى يشرب مزيان ديك الإقامة. وباش ما تحرقش لينا كنزيدو واحد نص كاس ديال الماء، وكنخليوه يطيب شوية. من بعد ما شرب لينا ديك الميها وطاب، كنزيدو الشعريه الصينيه وكنحركو مزيان حتى ينسجمو. من بعد ما نسجمو لينا الشعريه الصينيه والدجاج كنحطهم في طبيسيل يبردو، وكنشحرو الخضره بوحدها. كنديرو جوج معالق زيت وخيزو، كنسوطيوه شويه. ملي طاح لينا خيزو شويه كنزيدو عليه فلفله خضراء وفلفله حمراء، وكنبقاو نشحرو فيهم حتى كينزلو شويه. واخر حاجه كنزيدو القرعه خضراء، كنخليوها هي الاخرى حيت دغيا كطيب. من بعد ما تشحرت لينا الخضره وطابت كنزيدو الخضره على داك الدجاج اللي سبق لينا وشحرناه. كندير الزيتون الخضر والزيتون كحل. وكنحركو مزيان. ودابا غندوزو للعجينه اللي غنحتاجو فيها 500 غرام ديال الفرص وشويه الملحه. كنعجنوها بالماء دافي وكندلكوها مزيان ونغطيوها ببلاستيك ونخليوها ترتاح. من بعد ما ترخفت لينا العجينه كنشكلوها قريصات صغار، وكنوجدو الزيت والزبده مذوبه باش نورقوها. كنورقو المسمنة ديالنا مزيان حتى كيبان لينا الرخام اللي كنخدمو فوق منو.
من بعد ما ورقناها مزيان كندهنوها بشويه الزبده مذوبه، وكنطويوها مربعه. وكنخليوها ترتاح ونورقو مسمنة اخرى. دابا من بعد ما ارتاحت كنورقوها غير شويه، ما نخليوهاش رقيقه وما نخليوهاش غليظه. ومن بعد كنجيبو الجراره، انا ما عنديش العاديه، خدمت بديال الشباكيه، وغنجيبو طبيسين ندهنو بالزيت باش ما تلصقش لينا في العجينه، ونحطو على هذا الشكل ونعمرو بالحشوه اللي كنا حضرنا القياس اللي بغينا، وكنضغطو عليها بالعاشق مزيان، وكنبداو نرجعو العجينه. وكيتحضروا بهذا الشكل، وهانسي من هاد ديالنا جاو على شكل بسطيلات صغار، زوقناهم بفرماج من بعد ما وجدوا المسمنات، كيجيو هشاش ومقرمشين ولذات وبطريقة سهلة.